التدميرية التي تقوم بها الميليشيات. هذه التطورات تتزامن أيضا مع الانتقادات التي وجهتها الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جامي ماك جولدريك، الذي وصف بيانه بالمنحاز للميليشيات المدعومة من إيران. اتهامات بالتواطؤ مع الانقلابيين تلاحق منسق الشؤون الإنسانية في اليمن على خلفية توظيف العمل الإنساني في الصراع الدائر وتحويله إلى خطاب سياسي ضد جهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعمها. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي عبر عن أسفه لما ورد في بيان جيمي ماك جولدريك الذي وصفه بالانحياز لميليشيات الحوثي وسماها بسلطات الأمر الواقع. البيان كان فيه كثير من التجاوزات وعدم وجود الحقائق الفعلية، وفيه كثير من المغالطات للرأي العام الدولي وللشعب اليمني خصوصا. في البيان ذكر ما سماه بسلطة الأمر الواقع. نحن نتساءل، ما هي سلطة الأمر الواقع التي يتكلم عنها السيد جيمي جولدريك عندما يعطي للانقلابيين الشرعية؟ التحالف اعتبر أيضا أن موقف المنسق المنحاز يؤكد الحاجة إلى مراجعة الأمم المتحدة آلية العمل الإنساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجددا. هناك خروج من السيد جيمي جولدريك والعاملين لديه عن الخط الوظيفي للعمل الإنساني في اليمن. لا نريد أن نرى الوضع في اليمن كما كان سابقا في سوريا لتدهور الأوضاع الإنسانية، في تضارب في القرارات أو في البيانات أو حتى الاحتياجات للشعب اليمني. دائرة الاتهامات لماك جولدريك بتضليل الرأي العام وغض الطرف عن جرائم الإنقلابيين لا تقف عند هذا الحد، فالحكومة الشرعية طلبت سابقا من الأمم المتحدة تغيير ماك جولدريك بعد توجيه اتهامات له بعدم التعامل معها والانحياز لميليشيات الحوثي الانقلابية. قال رئيس هيئة الأركان العامة